تحية الدكتور ديالنا. لاباس كيفاش ديالك؟ سيدي واحد الشكر كبير بزاف. سيدي الحمد لله الواجب هذا. قام بها لهذه الحملة الطبية تحت إشراف المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق وبدعم من السلطة الإقليمية. يتم تنظيم هذه الحملة الطبية لإزالة جلالة أيام 3/4/5/2023 بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور. وهذه الحملة الطبية المجانية يعني تنظمت بتعاون وشراكة مع مجموعة من الفاعلين. كاينة مؤسسة أصدقاء في جيك، الجمعية المغربية الطبية للتضامن، ودادية أطباء جراحة العيون جهة الشرق، وطبعا مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الناظور. كتستهدف طبعا هذه الحملة تقديم يعني تقريب خدمات طبية لساكنة إقليم الناظور، وتحقيق هدف صفر مريض بلائحة الانتظار بخصوص الاستشارة الطبية وجراحة العيون لإزالة يعني جلالة. سهر على هذه الحملة الطبية واحد طاقم طبي وتمريضي تقني إداري جد مهم، 11 طبيب اختصاصي في أمراض جراحة العيون، 6 ممرضين مختصين في التخدير والإنعاش، أكثر من 10 ممرضين متعددي التخصصات وممرضي مساعدي في العلاج، بالإضافة إلى تقني في التقويم البصري. هذا بالإضافة إلى الإداريين، الأطر الإدارية اللي سهرت على التنظيم، والعاملين بمكتب الاستقبال والتوجيه، وطبعا في الحراسة والتنظيف. كتستهدف هذه الحملة إجراء عملية تقريبا 220 مستفيد. هاد 220 مستفيد طبعا غيتم الجرد ديالهم بإجراء الفحوصات الطبية ويعني التحاليل يعني لازمة باش ما يوقع لهمش مضاعفات أثناء العملية ولا بعدها. وطبعا سيستفيدون من الخدمات الطبية بعد إجراء العملية. Bonjour, je m'appelle Hamdi Naïma, épouse Elma Darcy. Nous sommes des membres de l'association des Amis de Fidic. Le siège est à Oujda. C'est une association qui a pour but du bénévolat, but associatif. Et là, aujourd'hui, on est là pour présenter l'unité médicale mobile de chirurgie ophtalmique pour les gens d'Oujda, de Nador et Driouche qui vont s'opérer pour sur le cataracte. Espérons que tout acte sera bien, sera réussi, et nous remercions beaucoup les médecins qui se sont déplacés, tout le corps médical, l'hôpital Hassani, la directrice de l'hôpital, tout le staff de l'hôpital. Tout se passe très très bien, l'organisation est magnifique. Et on est très content de ce... Est-ce qu'on peut voir des autres initiatives la prochaine? On aimerait bien avoir d'autres initiatives, d'autres unités médicales mobiles, dans d'autres... Des diversités spécialités. Dans d'autres spécialités. Voilà, c'est tout. Inch'Allah, Alik. Merci beaucoup. Pas de quoi. السلام عليكم. بزرع نادية البوطي، مديرة مركز الاستشفاء الإقليمي مدينة الناظور. استقبل المستشفى الحسني حملة طبية لإزالة الجلالة. هذه الحملة اللي نظمتها جمعية أصدقاء في ريك بشراكة مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن، ومع ودادية أطباء عيون جهة الشرق، ومع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية، وما بدعم من ولاية جهة الشرق، وبدعم من عمالة إقليم الناظور. هذه الحملة اللي إن شاء الله الأوبجيكتيف فيها أننا نوصل 220 مريض اللي غينتفع بها ونزولوا الجلالة.
الطاقم الطبي اللي كيدير هذه الحمله متكون من تحت رئاسه السيد الاستاذ بلمكي واطباء اختصاصيين ديال العيون واطباء اختصاصيين في الانعاش والتخدير ممرضين وتقنيين اللي جاوا من الرباط والناظور وكاين معاهم الفرقه ديالنا اللي حتى هي متكونه من اطباء العيون سواء في القطاع الخاص ولا العام وممرضين وتقنيين واللي واقفين على هذا على تنظيم الحمله. هذا جوست كما دابا حتى لهذ الساعه درنا 115 الحمله انطلقت البارح مع 9 صباحا لحد الان 115 جلاله وكانوا حالات مستعصيه اللي تكلف بهم الاستاذ بلمكي. هذه الحالات اللي متكونه من اطفال ومرضى اللي كيكونوا محتاجين المستوى الثالث في الجراحه ديالهم واللي نداروا هنايا الحمد لله داز كلشي مزيان. التنظيم كان مزيان. انا من هذا المنبر كنتقدم بالشكر الجزيل ليكيب ديالي اللي نظمات ووقفات وهاد ليكيب اللي جات ورجعت الامل للمرضى وان شاء الله الحمله بقى حتى الغدا غنحاولوا نديروا جميع المرضى. وشكرا الملك النقيض غادي يسكن منايا نكا انك ان شاء الله هذا سيانا بذي العمر لكن كني ويصير حابة وين وش يقدر خو عام وش حاجة شتزا ونشك عليه إن شاء الله كده أني يعود في دار بي أني يصلح في دار بي كل واحد أني يصلح مال المسلمين مصطفى مدرستي مصطفى عايش في الناظور ومعروف على مدينة الناظور من المستثمرين اللي كاين اللي عندنا أمل كبير في مستقبل الناظور وأنا من الناس اللي كندافع على الناظور وكندافع على ولهذا أنا كنقول باختصار عندي واحد الفكرة كنقولها في الاقتصاد باللي واخا خارج على هذا النطاق الطيارة المغرب عمرنا تلقات توازن بلا هذه القياسة تاع الناظور ضروري طيارات الناظور ديال المغرب باش تقبل الطيارة نتاعها وتمشي خصها هاد لابياس تاع الناظور اللي حنا كنتسناو الطور ديالنا والرعاية ديال سيدنا.